مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي، كيف عم تتفاعل الناس على مواقع كلام الناس للتواصل الاجتماعي؟ هالأسبوع طرحنا السؤال التالي: هل أنت مع تعديل الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية؟ نبدأ بالفيسبوك ورامونا نعيم مع تعديل المادة 49 من الدستور اللبناني والتمديد لفخامة الرئيس. جنان طرابلسي بتوافق الرأي لأنه رئيس سليمان رجل المواقف الصعبة. كوثر شعيا مع تعديل كل القوانين لقانون مدني بيحفظ حقوق كل لبناني غير طائفي. منتابع مع مصطفى خليفة لمع تعديل الدستور ولكن إلى ما قبل الطائف وعودة الصلاحيات المنزوعة من الرئيس، بينما رولا شهوري ما بتوافق على تعديل الدستور ولكنها بتحترم الرئيس وبتتمنى لو طالت ولايته. أما بالنسبة لليون سيوفي، دستور هو مثل القرآن والإنجيل وممنوع تعديله، إنما بلبنان الدستور هو بمثابة ورق خرطوش. بحين جمال عوادة مع انتخاب رئيس من الشعب مباشرة مش من النواب مداورة. ننتقل على تاني السؤال اللي كان: هل تخشى من تداعيات سقوط يا برود على لبنان وكيف؟ تداعيات سقوط يا برود نتائجها واضحة بطرابلس، هيدا كان جواب مها كانجو. أما إبراهيم مرسين بخاف من دخول نظام الأسد إلى عرسال ومن بعدها إلى الداخل اللبناني بحجة فرار الجيش الحر إلى لبنان. دموع مصطفى بتلاقي أنه انخراط حزب الله بالحرب السورية سببت لنا حرب بغنى عنا، إنما حسن خليل بيأكد أنه ما بيخاف من أي شيء بوجود حزب الله. وبالنسبة لأسئلتكم لضيفنا الليلة الوزير السابق وئام وهاب، موقع روت بيسأل: ليه ما شاركت بحكومة الرئيس تمام سلام؟ وهل انتهى التحالف مع فريق 8 أذار؟ إلي نعمي كمان بيسأل إذا رح تكون نهاية عرسال مثل نهاية يا برود على أيدي الجيش السوري وحزب الله. جان شمالي حابب يعرف ليش ما تضامن مع المسيحيين وقت اللي كانوا مظلومين بعهد الوصاية السورية. بالمقابل عبد الناصر ديب عنده سؤال بيقول: شو دور الدروز بالنظام السوري المنتظر؟ وهل بعد الاتفاق السني الشيعي بلبنان رح يكون فيه لوئام وهاب دور؟ خالد عطوي بده يعرف ليه تراجعت عن قرارك بعدم الظهور إعلاميا. ننتقل على تويتر وأماني بتسأل: مين قتل كمال جنبلاط؟ هيدا كان كل شي لليلة، وأنا بشوفكن الأسبوع المقبل.